النصف الأكثر رواجاً من القصة يعرفه الكثيرون، فمعظم البشر يعلمون أن السيدة سارة قرينة نبي الله إبراهيم أنجبت النبي إسحاق عليه السلام، بل وحينما ارتبط أبو الأنبياء بهاجر أنجبت إسماعيل. لكن المفاجأة في شريكة عمر أبي الأنبياء التي أنجبت له 6 من الأبناء المنسيين في التاريخ. فما القصة؟ روايات كثيرة وردت ببطون أمهات الكتب، سواء التاريخية أو حتى الكتب المقدسة، منها ما كان في الرسالات السماوية أو حتى لدى علماء المسلمين. فابن القيم الجوزية أورد بكتابه زاد الميعاد، بل وابن جرير الطبري أزاح الستار عما حدث بين أجمل سيدات الأرض بعد حواء السيدة سارة قرينة نبي الله إبراهيم، وكذلك السيدة هاجر القرينة الثانية لأبي الأنبياء التي أنجبت النبي إسماعيل. فبعدما وضعت هاجر ابنها إسماعيل عليه السلام، باتت الغيرة تتسرب إلى فؤاد سارة، فأمر الله نبيه إبراهيم بأن يذهب بهاجر إلى مكة المكرمة حتى تهدأ غيرة سارة التي رزقها الله بنبيه إسحاق عليه السلام، لتبدأ منذ تلك اللحظات المواجهة الأزلية بين نسل إسماعيل ونسل إسحاق، لتحدث المفاجأة الكبرى، مفاجأة ربما لا يعلم عنها الكثيرون. فبعد رحيل السيدة سارة قرينة النبي إبراهيم ووالدة إسحاق عليهما السلام، واستمرار بقاء السيدة هاجر وابنها إسماعيل في مكة المكرمة حتى يقيم مع والده في البيت الحرام، بحسب النص القرآني بأن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام كانا يرفعان قواعد الكعبة المشرفة، لكن أبا الأنبياء ارتبط بسيدة أخرى لم يرد في كتب الآثار والتاريخ عن أصولها ونسبها الكثير، غير أنها هي قطورة بنت يقط من الكنعانيين، بحسب رواية ابن جرير الطبري في كتابه تاريخ الرسل والملوك. طبري روى أن قطورة أنجبت لإبراهيم 6 من الأبناء، هم يقشان وزمران ومديان ومادان ويشباق وشوحة، فكان جميع بني إبراهيم 8 بإسماعيل وإسحاق. لكن ابن كثير في كتابه البداية والنهاية أورد أن أبا الأنبياء عليه السلام ارتبط بشريكة عمر أخرى هي حديون بنت أمين. فرغم أن الكثير من العلماء شككوا في رواية ارتباطه للمرة الرابعة، إلا أن جميعهم اتفقوا على أن أبناء إبراهيم غير إسحاق ابن سارة وإسماعيل ابن هاجر هم 6 أبناء، وهم يقشان وزمران ومديان ومادان ويشباق وشوحة. لكن المذهل في أبناء النبي إبراهيم الذين لم يعطهم العلماء حقهم في الذكر، بل ولم يصل إلينا إلا القليل عن أخبارهم، فكان منهم 2 فقط، مديان ويقشان. فقيل فيما أورده الطبري بأن نبي الله موسى ارتبط بسيدة من نسل مديان، فارتبط بابنة قاضي يدعى يثران الذي دعاه لينكح إحدى ابنتيه، بل كان الأغرب في قصة ملكة سبأ، فبلقيس ملكة سبأ من نسل يقشان بن إبراهيم عليه السلام الذي سكن سبأ وانحدر منه نسل المعمرين لها وللمناطق والدول المجاورة لها آنذاك. فبرأيكم هل سكت الكثير من العلماء عن أبناء إبراهيم 6 لعدم توافر الأدلة الصحيحة والبعد عن الأساطير؟